هو كندي من أصل لبناني، بهاء لحام بطل برياضة الملاكمة البوكس. هاجر بهاء لحام من لبنان على كندا سنة 1986 وعاش بمنطقة موريال، ورحلته مع البوكس بلشت بكير بسن 15 سنة لما كان يرجع من المدرسة على البيت مزرق حوالي عيونه. بهاء درب بعدين على إيدين راس أنبر أحد أهم المدربين الكنديين، وفاز 4 مرات بالجولدن جلوفز تشامبيونشيب بين 1998 و2001، وفاز أيضا 2 مرات بالميدالية الذهبية الكندية، وحاز على لقب أوتستاندينج بوكسر سنة 2001. من بعد ما جرب يشارك بالألعاب الأولمبية بال2004 وما حلفه الحظ، اعتزل بهاء البوكس والتحق بكلية الحقوق بجامعة كيبيك بموريال. إنما بعد 3 سنين رجع لحبه القديم ونجح بعودته إلى حلبة الملاكمة المحترفة بصيف 2006. اليوم اسم بهاء لحام عم يتصدر مجددا وسائل الإعلام المحلية لأنه عين ليحل محل الأمريكي جويل دياز فيس، ويواجه الملاكم الكندي تايلر أسلستاين أو أسلستين خلال ماتش أساسي رح يتم بسانتر بيل نهار الجمعة القادم. اليوم بيسعدني انه يكون إلي حديث عبر الهاتف مع بهاء لحام اللي عم يحضر حاله للمبارزة نهار الجمعة. هو معنا هلأ على الخط. صباح الخير بهاء. صباح النور، كيفك؟ منيحة، وانت كيف نشاطك؟ تمام والله. قبل كم يوم قبل الفايت بلشت نسينا عم نرجف عشية وما قدر انام، بس الحمد لله ماشي الحال. الادرينالين يعني على مستويات مرتفعة أو كتير مرتفعة. سريع قطشتك؟ لا أبدا ما قطشنا. نحن كنا عم نحكي من شوي بالبرنامج عن الأدرينالين وعن التراك يعني، وثائبت أنه عم نستضيفك اليوم، وهلأ عم بتأكد لنا أنه بطل مثلك كمان بيصير معه تراك. أوه، مية عمية ليك. أصعب شيء التراك، هي بعد أصعب من الفايت أمرار، عشان تحضير بتضاين 3 أشهر، الفايت بتضاين يمكن نص ساعة، وبهول 3 أشهر كلها التراك كتير عالي، الأكل، الدايت، بتعرف كيف الأكلات عادة بنعمل دايت مهم كتير صعب، المونتال والفيزيونية الكومبات تبقول لها بتخانق معه تعالي أسل ساين، يعني أكيد في تراك كتير 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 قوي. وهلأ قبل بيومين، شو هن الأكتر شيء المدرب عادة شو لازم يعني يقلك أو شو بيقلك المدرب تعمل قبل بيومين؟ لأنه هلأ تدريب صار من شهر عم بتقول، بس قبل بيومين هل بتعمل ريلاكساسيون، بتعمل مساج، شو بتعمل بالضبط؟ معك حق، اكزاكتلي قلتي لهم أنت. قبل بيومين خلص البريباراسيون تبعيت المباراة خلصت، أنه عملتي اللي بدك تعمليه. نعم. ولا بس مهم بس تعمل فوكس على على concentration، تفكري كيف بيلعب هو، تحضري فيديو بحضر كثير فيديو حتى اشوف كيف لعبه يا له، ارتاح، مساج، هوت باث، هوت، بروح على السبا، انه بس رياحه اخر يومين عشان خلص لازم تحضري حالك وترجعي تجيبي كل الانرجي اللي خسرتيهم بهالشهرين التمرين. حلو كتير. للمرة الثانية بهاء لحام عم بتشارك بالشبكة الأمريكية أو ريزو أمريكان ESPN. خبرنا شوي أول شيء عن هالكومبا دو سوتيان دو لا سيري رابيد اي دانجورو. خبرنا عن هالكومبا أهميته، وخبرنا كيف تلقيت خبر إنك راح تحل مكان جويل دياز فيس بالمبارزة. هي بلشت من شي جمعة، آخر شيء كان في جويل دياز عم يتخانق مع تايلر أسلستاين. تايلر أسلستاين كندي كتير قوي، ما خسران كمان وماشي حاله بعده صغير والعالم كله قايم عليه، يعني كتير مهم. وجويل دياز أمريكاني كمان كتير قوي كمان، وكان لازم يتخانقوا سوا. بالتمرين جويل دياز عور حاله، عور بفتكر ايده، هو عم يعمل بوكس عم يضرب الساك وعور ايده، وصار بدهم واحد يطلع يعمل رامبلاسمان جويل دياز، بس يكون كمان انه ابضاي وما خسران وعنده فيش حلوه حتى يحطوه على البرنامج الامريكاني ESPN، عشان ما فيك تحط انه مين مكان اللي بتحطيه. نعم. واحد، وانا بكندا عبلش كمان بيعرفوني من اسمي، كان من زمان كنت بطل كندا وسافرت العالم كله اتخانقنا وبيعرفوني اسمي، انه تلفنوا لي قالوا لي بهاء ليك في مباراه بدك تعملها مع تايلر أسلستاين، عايزين واحد انت فاضي؟ قلت لهم ليك انا كنت عم بتمرن
والاوكازيون اجت بيرفكت انه حلو. اكيد ما رح ارفضه وثاقبت تمام يا الي. حلو يعني جاهز حبيت هيدا انه تتخانق، حبيت انه بتستعمل هيدا الفعل، حبيته كتير. لا اكيد 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 جاهز على طول بالجيم. انا كنت انه من وقت ما رجعت على البوكس مثل ما قلت لما خلصت الحقوق دروسي رجعت على البوكس وما ما في ما في ربو ما عندنا فاكيشن. يعني عمرها بتحب مرتي تقول لي يلا تعال نروح فاكيشن بدنا ننزل، عايزين قلت لها روح انزل فاكيشن بس انا ما فيني هلا عندي تمرين. طيب وقت اللي خلصت انجزت كليه الحقوق اول شيء كنت بدي اسالك يعني هل ليش الحقوق مش غير مثلا شغلي، يعني اخترت انك تلتحق بكليه الحقوق في سبب معين او في رابط معين بين الحقوق والبوكس؟ هلا بين الحقوق والبوكس انهم يمكن ما في، بس انا هلا طول عمري بحب المدرسه وكنت شاطر انا وصغير والحقوق شيء بيهمني. هلا يمكن بالعربي عم ابطش معك بس عادة انا الاكسبريسيون كيف بحكي جو كونفين لي جان، كيف بتقولي جو كونفين بالعربي؟ بقنع العالم. طول عمري انا وصغير وماما وبابا والعائلة هي كلها لازم حقوق بتكون قاضي مهم وننبسط فيك، وقلت يلا ليش لا، وشي انبسطت فيه لما فزت فيه ودرست وحبيته يعني، بس ما نوع ما له علاقة بالبوكس بس حبيت أعمله. يعني من بعد ما تكون يعني فيك من بعد ما تخانق بالبوكس تروح تخانق دافع عن ناس أبرياء بحاجة إنه حدا يدافع عنهم، وأكيد بتوصل لنتيجة. إيه معك ما هي هيدي كمان مثل بعضها، هي فيها شو بسموا فيها فيها تحدي فيها أكيد المبارزة أصلا مهمة جدا إنه يكون عندك هيك روح إنك بدك تربح، وهيدي مهمة بالقضايا يعني عادة قدام المحكمة. هلا عم نحكي عن هالشي اللي بيخليك تطلع لحتى تخانق مثل ما كنت عم بتقول. توماس هيرنز أحد أبطال الملاكمة كان يقول الخسارة خلته جوعان والجوع بيخليه يطلع مرة جديدة على الرينج ويربح. هل انت بتشعر بالجوع حاليا بها؟ هلا اكيد اللي لازم تشعر بالجوع عشان الجوع هو اللي بخليك تكفي، الجوع اللي بخليك تتمرني اقوى بالجيم، الجوع اللي بخليك انه كل شيء هو الجوع ومهم. هلا الخساره حلوه مرة مش كل مرة واحد يكون خلطان هيك بيصير بضل جوعان بعدين. حلو. بس انه لا اكيد الخسارة مرة بتتعلم كتير شغلات فيها اكسبيرينس، مثل الربح اكسبيرينس الخسارة كمان اكسبيرينس. ومهم الاثلات ليك محمد علي كلاي وقع وخسران وليك بعده هلا بنعرف اسمه شامبيون صح. الذكرى الاخيره جوستمو عن الكومبا كان بالريزو امريكان كان ضد الفرنسي ليونيس ماري فرانسواز، شو يعني تعلمت من هالتجربه طبعا؟ شو هي الشغلة الأهم ما شي تعلمت منها؟ هل هو هالشخص اللي كان بوجهك علمك شي معين بها؟ نعم يلا يمكن هو مش الشخص يلي علمني بس يا هالفايت نعم. يلي علمني آخر فايت هو كان الريزو إي إس بي إن كان كمان موجود نعم. كان مرة كنت بطلع وهيدي كانت أول مرة نعم. وكان هالأول مرة كنت خجول فيها وما عارفين كيف الكاميرايات وين ما كان عليك انه الضوء والاشعاع والعالم عم تزقف وقصص. يمكن عملت ستريس في هذيك الكومبا وتلبكت وعملت شغلات ما كان لازم اعملها. وهالمره اكيد صار ثاني مره ومعود صرت عليه وبعرف شو انتظر منهم، سو اكيد حتساعدني هيدي المباراه لما عملت النيل هذيك المره بجيبت لي اكسبيرينس في هالكومبا عشان هلا بعرف شو رح يصير فيه والكاميرات والقصص والحكايات اللي حكون حوالي هالمباراه. يعني قديش صعب تكون انت على الرينج على حلبه الملاكمه وهل مثل عم تقول كل هالعالم حواليك والكاميرات، قديش صعب تخلي هالكونسنتراسيون قويه ويكون عندك هيك يمكن موتو معين بتردده براسك؟ شو بتفكر انت وعلى الرينج بهاء؟ انا لما اكيد كل واحد بوكسر حتى تقدر عشان لما تخسر توصل بالراوندات الراوند 6 7 8 بتصير صعبه ولازم تصير تفكر بشيء حتى تخليك رايحه وبدك ما فيك تقولي خلص موقفيه انه اصعب شيء بتصير. واكيد كل واحد بفكر بشيء، انا كنت رح معي تفكر ببنتي صغيره اليسيا وبقول هي عم تحكي مثلا بدي اقبل لما تكبر بدي اقول لها قصص وبابا كيف كان وبيعجبك وفرجيها فيديوهات صح. حلو قد عمرها هلا اليسيا؟
السنتين الله يخليهم. الله يخلي لك إياها. أكيد عندك أخبار كتير وفيديوهات كتير تفرجي إياها وقتها تكبر، أكيد لح تكون كتير فخورة فيك. بعد سؤال بها، أنا مش عم بشبع سألت. لا ما يهمني، لأنه حبيت كتير السبيريت اللي أنت فيه هيك، حاسة يعني حتى عبر الهاتف مش عم شوفك شخصيا، بس حاسة قديش أنت محمس لهالمباراة. مايك تايسون كان يقول I fight for perfection. بهاء لحام، what do you fight for؟ To be honest أنا I fight for pride. Pride is pride بالعربي الفخر. إذا بدك الفخر، الفخر كتير 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 مهم علي، وخصوصا فخر إنه لبناني. حلو. بتفرجي العالم كله إنه عشان أنا إذا بتعرفي إذا بتشوفي صور عنا أو فيديوهات بتشوفي فوت بالشورت اللبناني والعلم اللبناني والروب اللبناني. يا إلي كتير كتير فخور إنه كل لبناني وكون واصل على هالنيفو. العالم كلنا يحشوفنا ESPN ريزو أمريكان، إنه العالم كله يحشوف عالم لبنان، وبدي فرجيهم إنه فخور فيه وما بيطلع منه كتير إذا بدنا نحط رأسنا بشغلة يعني، وهذا بتخلينا كتير شد همتي وتمرن أقوى بعد. حلو كتير اللي عم تقوله بها. أكيد لبنان وكل اللبنانية وكل العرب فخورين فيك. نحن عم نتلقى اتصالات تحت الهواء بها، ما لح نقدر نحطهم على الهواء، بس كل الاتصالات عم ناخدهم، مستمعين عم يقولوا بون شانس بها، ونحن فخورين فيك ومنتمنى لك كل التوفيق. يعني نهار الجمعة لح نكون متابعينك وفول اوف انرجي. يحتنبسطوا فيها، وأنا مبسوط كده إنه يحضرونا شعبنا، وما يح ما يح ما يحترقكم صدقوني. يعني لو آخر راوند ما حدل عندي ولا شغلة فيه، يحطها كلها بالرينج. حلو كتير، نحن واثقين فيك وبون شانس كتير بها، والله معك ولح ننتظرك ولح نتابع أخبارك. بون كومبا. ميرسي كتير، ميرسي كتير كليك زون. باي باي.